أعلن عدد من قيادات وممثلي أبناء النوبة عن تأييدهم لإعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثانية. جاء ذلك على هامش جلسة الاستماع لآراء العمد والمشايخ لقرى مركز نصر النوبة ومدينة ومركز أسوان. وجاء تأييد أبناء النوبة في إشارة إلى ما حظي بها مركز نصر النوبة ومنطقة كركر من جهود تنموية وارتقاء بمستوى الخدمات.